الله على الوفاء، الله على هذا العمل المبارك، الله على مملكة الإنسانية، الله على حكامها وشعبها وجيشها، الله على هذا الوفاء العجيب. يا إخوة 15 دقيقة فقط تفصلنا عن وصول هذه الطائرة المباركة، ومبارك من فيها، ومبارك من قادها، ومبارك من وجهها. هذه 15 دقيقة سقط أحد زملائنا من ارتفاع 12 متر فقط، باكستاني، ترى باكستاني، مو مواطن ولا وزير ولا أمير ولا مسؤول ولا تاجر، مواطن عادي باكستاني يعمل، سقط من ارتفاع 12. أبلغنا، أرسلوا سيارة الإسعاف نظرا للزحام المتواجد في طريق الحرمين، والكل يعرف ازدحام طريق الحرمين في جدة، أرسلوا هذه الطائرة المباركة لإجلاء هذا العامل الباكستاني وإسعافه إلى مستشفى الملك فهد. حقيقة حدثوني يا سادة عن هذا الوفاء، أعطوني دولة من الدول المجاورة ولا الأوروبية تستطيع بأقل من 15 دقيقة ترسل سيارة إسعاف وثلاث دوريات توقف حركة السير عشان إسعاف عامل باكستاني. حدثوني عن هذا الوفاء يا سادة.